بونجور. هاي. اليوم فايقين كتير بكير، الساعة 6:30 ونص الصبح هلا. الشمس تصدق. فوق لأنه المكان الكرة الأرضية نحن الشمس بتكون هنيك الساعة 6 الصبح. الساعة 1:45، 1:45 ظهرا ورايحين لعند أهله لطارق. فشو؟ شو عم يعمل؟ عم يبث الذعر في نفسي. ليش هيك؟ أنا بدي أضربه زيك. عم يعمل؟ عم يبث الذعر؟ عم يبث الذعر. تبي تقولي بث الذعر عشر مرات؟ بث الذعر. من طيبة العالم بتخاف من لغتنا. تخيل حالك أجنبي عم يسمع كلمة بث الذعر. بث الذعر. بث الذعر. بث الذعر. طالعة من شكل بنت هيك مرتبة حلوة. بث الذعر. عم بث الذعر في نفسي هيك. عم بث الذعر. بث الذعر. ذعر. عشان هيك فكرونا عنجري لأنه عم نحرق العين. ليك لون السيارة. لا الأزرق. ليك وشو حلو. يا حتى من جوا أزرق. شفتوها؟ مين بيحب الأزرق مثلي؟ طب ليك قولي هلا هنا بالأرصاد بكل الأبليكيشنز تبع الويذر عم بيقولوا إنه بدها تشتي، بس لهلا هيك الشمس والسماء صافية والأمور ظريفة. شوي مغيمة هيك تحسوا معبقة كمان شوب كتير. بث الذعر في نفسك بكي بتستعجلي شوي؟ عملية بث الذعر في نفسك سندور. يا ريحة زي زيفون. تحت ظلالي زي زيفون. مين قاري هالرواية بتفليش؟ مصطفى لطفي المنفلوطي. لقينا كرسي هون، قررنا انه لازم نعمل استراحة. استراحة نص الرحلة. راح على النادي؟ ايه بس صحيت. في دبق؟ في ايه؟ الجو رطوبة. ان شاء الله ما ترجع تشتي. خلينا ننزل نتمشى شوي. تغدينا ونمنا وارتحنا وانا ما نمت. ساندرا نامت شوي. نمت 5 دقائق حسبنا علي نومي. وهلا رايحين عند رفيقنا المجهول اكس اللي مو حابب نذكر اسمه ولا وين ساكن. بالمنطقة المجهولة. اكلنا اكلات طيبين كثير اليوم عند اهلها لطارق. والله كل شيء لتصحونا. اخر واحد جبرتيني فيه انت. بلش يبرد الطقس بليرة. ها. يعني شو نرجع نجيب لك شيء شغلة تنقسمك من هيك؟ مو جايبين لي قميص؟ جابت لك قميص بس. خلص بكفي قميص. المرة حاولنا نتأكد انه نشتري بطاقات صح لانه ما بدنا ننط اليوم. وي وي سي بيان سولولا. فو البروني إيليرا لا ديفونس. وي. سوسرا 10 دودون. وي. دون الترام. ميرسي بوكو. با دو سوسي. تيتو. شو اسم الترام اللي ناخذه حبيبي؟ تيتو. تيتو يا تيتو. والله تيتو. رجعنا ناخذ تيتو. إذا مو مصدقيني. شوفوا قديش في عالم. اليوم جمعة؟ جمعة لسه. بتقعد العالم طالعة تتسلى هلا. It's weekend. احنا ما فينا نتأخر كثير لأنه عندنا بكرة. شو عندنا طارق؟ عنا انترفيو بمونتي كارلو. عنا لقاء بإذاعة مونتي كارلو لايف على الهواء الساعة 10 الصبح. فما في الساعة 8. إخواني إخواتي. إذا تريدوا تقولوا لي إنكم شفتوا أولاد تبع إخواني إخواتي وزقتوا عليهم. بليز. في عين هيك زدت قدام الكاميرا. هيك كسرسنا.
وحشت مع ماشا وغمر تعملوا فيلم ضحك يا قلبي. شنو؟ وين قنفوني؟ قنفوني؟ ها؟ بك يمشي استبهدتنا قدام الأجانب يمشي. عبدالله أقول لك بدي قنفوني. طفي 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 تركيها السايبة من إيدي كلي طفي هالمخوذة خليها معك تحكي كلمتين.